وفي هذا السياق قالت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر أن النظام القطري لم يعين ويسمح له بالانقلاب إلا بعد تعهده بتمويل تفتيت المنطقة. بات معروفا الآن أن النظام القطري حمد بن خليفة تحديدا وحمد بن جاسم ما عينوا ولا سمح لهم بالانقلاب من قبل 20 سنة إلا بعدما تعهدوا بتمويل مشروع تفتيت منطقة الشرق الأوسط. هذا التمويل يطال ويصل إلى أي جهة، أي دولة، أي منظمة تعمل على تنفيذ هذا المشروع قطر مكلفة بتمويله، إن كانت هذه الجهة هي دولة كإيران، إن كانت هي دولة كتركيا، إن كانوا منظمات بغض النظر عن أيديولوجية هذه المنظمة، إن كانت تطرف سني أو تطرف شيعي، دعموا الحشد الشعبي ودعموا حزب الله مثل ما دعموا جبهة النصرة ودعموا القاعدة ودعموا داعش. كل منظمة إرهابية، كل ميليشيا إرهابية، كل جهة، كل عصابة، حتى أي إن كان فرد يعمل على تفتيت هذه المنطقة، على زعزعة أمنها، على الفوضى فيها، فهي فقطر مكلفة بتمويله. نعم. فلا نستغرب إن كنا نشوفها تدعم جبهة النصرة أو طرفي النزاع. الآن المال القطري كله مسخر لهذه العملية، هم مكلفين حتى بتمويل أحزاب سياسية يسارية سواء كانت في أمريكا ولا كانت في بريطانيا ولا في فرنسا في أوروبا، هي مكلفة أيضا بتمويل قوى ناعمة كمنظمات دولية، مكلفة بتمويل قوى ناعمة كوسائل إعلام، صحف تشتري. أي طرف أو جهة يخدم مشروع الفوضى في هذه المنطقة، إسقاط الأنظمة، تفتيتها، قطر مكلفة بتمويله.